عملية عبور أفراد الجالية المغربية للسيدات والسادة النواب محترمين من الفريق الاستقلال الوحدة والتعادلية. تفضلوا السيد النائب. عفوا السيد الرئيس، هو علاقة بالعبور وليس بمفهوم العبور كعنوان، والأمر يتعلق، السؤال ديالك يتعلق بإقدام يعني شركة مستغلة لخط بحري بين سادة الفرنسية وابن نصار الناظور على تغيير المعبر من بنينصار إلى مليليا، وبين المدة الفاصلة بين طرح السؤال إلى اليوم يعني تم إصلاح يعني بالتراجع عن هذا القرار. بغينا الحكومة تجاوبنا ما هي الإجراءات التي قامت بها من أجل تصحيح أو إرغام الشركة على مراجعة قرارها. شكرا. تفضلوا السيد الوزير. العبره بالخواتم، مشكل تحل والحمد لله. العبره بالخواتم والمشكل قد تم حله وهذا هو المهم. تفضلوا السيد النائب المحترم. وحنا كنسجلوا بايجاب ان التعامل الحكومه مع سؤالنا الذي من اجله تحركت الحكومه من اجل يعني ارغام الشركه على اعاده النظر في قرارها خدمه وتسهيلا لعمليات العبور، وشكرا. شكرا. هل من تعقيب اضافي؟